أشكركم أخواني الرئيس وأعضاء المجلس الوطني اللي تحضرون في هذا المكان مع أخوانكم نائب رئيس مجلس قيادة ثورة وأعضاء مجلس قيادة ثورة وقيادة الحزب. من نوع التقليد فنحن لأننا حريصون على الاستقرار في منطقتنا وحريصون على الاستقرار في العالم، بالإضافة إلى أنه أو قبل هذا أنه إحنا أصحاب حق، هذه أرضنا، أرض العرب. حتى لا سمح الله لو قدر في يوم ما عبر الزمن لأي فلسطيني أن يقول بأنه أنا مستعد لأن أتنازل عن فلسطين، سيقول من حق التونسي والمصري والعراقي والسوري أن يقولون له ليس لك على أرضك إلا أن تتشبث بها.